السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد الأصدقاء سأل سؤال: هل في تطبيقات موجودة على الأندرويد والآيفون تساعد في العلاج النفسي؟ والنتيجة هي نعم. حتى الشبكات الاجتماعية زي الفيسبوك مثلا عاملة تطبيقات ما حدش بياخد باله منها، لكن هي بتراقب الألفاظ والكلمات والحاجات اللي بتتحط، بحيث لو حست ان في شخص عنده ميول للانتحار فبتبدأ تبلغ اقرب مكان لعلاج حالات الانتحار. تمام، خلوا بالكم في حالة روح بشرية هنفقدها، فبتحاول انها تنقذ الموضوع ده. والانستجرام برضو فيه تحليلات معينة، لو بيلاقوا حد مثلا المزاج بتاعه ان هو كل شوية يحط حاجات سودة وحاجات صور الفلاتر معينة كده، بيخلوا بالهم من الحاجات دي. في تطبيقات كتيرة موجودة بتبدأ انها تعالج من المشاكل النفسية، وخصوصا ان في ناس كتيرة جدا ممكن يكونوا ناس متعلمين جدا لكن هم ما بيحبش يروح لدكتور نفساني، فبدأ يحطوا بعض التطبيقات. واحسن علاج نفساني طبعا العودة لله والصلاة بابا، لكن لازم تبقى عارف ان مش هو ده العلاج الوحيد. ممكن يكون راجل بيصلي وكل حاجة لكن عنده حاجة معينة لازم تتحل، فبيبقى ليه سيستم معين او في طرق معينة لعلاج الادمان. في دكاترة نفسيين لو عندك فرصة تروح ياريت، يعني الموضوع بيبقى جد خطير. المشاكل والضغوطات والحاجات الواحد بيشوفها والزحمة بتاعت المستقبل بتأثر على الصحة النفسية، فمفيش أي مشكلة خالص إن الواحد يروح لدكتور نفساني، دي حاجة عادية خالص، وزي ما يروح لدكتور مثلا عشان سلامته جامد. لكن هي الفكرة إن عدد الدكاترة النفسيين في العالم نسبتهم قليلة، فلازم يبقى في حاجات تساعد شوية وتشيل عنهم الأعباء. ممكن الموضوع بتاعك سهل فتبدأ إن أنت تستعين بالحاجات ديت كبداية. مثلا عندك حاجة مؤقتة، مثلا حاجة بسبب حدث معين، بسبب امتحانات بتاع، فالتطبيقات دي ممكن تشيل من عليك الاسترس او الضغط النفسي. والجميل انها تقريبا كلها مجانية وموجود منها الاثنين سواء ايفون او اندرويد، ويبدأ ان هو يبدأ يعمل معك اسئلة وحاجات زي كده. وان شاء الله نبدأ نحاول، يعني في وقت نبدأ نشوف كل واحدة فيهم نبدأ نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. طيب، في برضو بعض التطبيقات بتبقى متعتمدة على الذكاء الصناعي ان هو يتحاور معاك والحاجات دي كلها، دي برضو بنحاول ان احنا نشوفها ونبدأ ان احنا نتكلم عنها لانها بتكون حاجة كويسة، حاجة مخصصة. كان يعني نقدر نقول انها ساعدت ناس كتيرة، لكن لو انت بتستخدمها من غير مثلا مراجعة الطبيب او معتمد عليها لا خلي بالك، لان الموضوع ممكن يقلب عكسي، ممكن يكون في مشكلة في البرمجة. مش عايزين الذكاء الصناعي هو اللي يقود حياتنا تماما، بالعكس هو يعتبر كصديق وفي بتتناقش معاه والحاجات دي كلها. ومن افضل الطرق طبعا في العلاج النفسي ان انت حد تثق فيه وتقعد تحكي له كل الحاجات، الاسرار والضغوطات النفسية والحاجات دي كلها، ده بيخلي الواحد يعني يفرغ الشحنة اللي عنده. ان شاء الله سيب لكم الروابط اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تقدروا تشوفوا البرامج ديت وتقول لنا رايكم فيها، ولو في اي حاجه فيها مشكله قولوا لنا ونبدا ان احنا نحذفها باذن الله. في حاجات فيهم بيديك نصايح، في حاجات بيراقب المود بتاعك، في حاجات مثلا بيبقى فيه شات او دردشه في مع الذكاء الاصطناعي،